انا بس هحط الدجاج يلا بس على النار لانه هياخد شويه وقت أوكي. على ما يستوي بده وقت فبنحطه ونسيبه موافقين يلا طيب خلينا ناخد شويه مباركات بعد ما بيستوي خالص بنروح حاطين له البصل لان احنا البصل ما بيتحطش مستوي قوي في الشاورما فهنحط البصل هنحط شويه فلفل الكميه عندي مش كبيره فهحط بس مكعب المرق مش هحط ملح وعندنا هنا الطحينه طحينيه تدي طعم خطير للشاورما وعندنا هنا خل وهنقلب الكلام ده مع بعضه لغايه بس ما السوائل دي نوعا ما تنشف طيب احنا كده تمام خلاص هنشيلها بقى من على النار كده كويس خلاص كده تمام نطفي هنا هنحط كمان شويه بابريكا حاجه بسيطه كده وهنحط البقدونس وهنحط الطماطم اللي عندنا وكده الشاورما بتاعتنا جاهزه حتى لو عايزين بقى نعملهم دلوقتي ساندويتشز مثلا عايزين نغمسها يعني هي كده جاهزه عندنا تمام اهي شوفوا جمالها شوفوا طعمها لطيف جدا ونكهتها حلوه قوي ويا سلام لو طفيتوا فيها فحمه يا سلام بتبقى خطيره مدخنه الفطيره بتاعتنا اهي فاخدنا اول جزء فردناه فرده خفيفه خالص اللي هي بس كده يا دوب يعني دلوقتي العجينة اللي عندنا دي هفردها بقى سنة وغطي الباف بيستري بتاعتنا بتقدروا بقى تغطوها ونقف عند كده أو بتقدروا تعملوا زي ما أنا عملت وحوريكم دلوقتي أنا عملت إيه ودايماً الباف بيستري بتفردوها على ورق زبدة أو ورق شمع المهم ما تفردوهاش على سطح مباشرة لأن هي كلها زبدة فهتلزق في السطح اللي احنا بنفرد عليه هناخد بقى دلوقتي دي كده وناخد الباف بيستري اللي عندنا وهنغطي بيها العجينة بتاعتنا تمام كده اوكي هناخد بقى القطعة التانية اللي عندنا اللي هي دي هنفردها برضو فردة خفيفة كده بصي بقى هنعمل ايه شوفي انتي هتقري تهاني وانا هاخد بس هعمل معاكم شويه كده وبعدين بسيبك اوكي يلا هنعمل خطوط خط كده هنا بالسكينه شروط كده شايفين كده كده دلوقتي هناخد البيضة من عندنا انا خففتها بس بشوية حليب بحس البيضة متلبط كده لما بتبقى بيض لوحدها فبحب احط لها كده معلقة حليب فهناخدها وندهن بيها العجينة بتاعتنا اللي احنا حطيناها مباشرة فوق الشاورما بتاعتنا بهذا الشكل اوكي منها هتلزق لي الطبقة اللي هحطها فوق ومنها هتبقى نفس لون التحمير بتاع الطبقة اللي فوق احنا كده خلصنا هناخد بقى دلوقتي العجينة اللي احنا فتحناها دي بسم الله يلا هناخدها نحطها كده هنا نلزقها وهنلزقها ايوه هحط لها بقى دلوقتي البيض وهروح بيها على الفرن زي ما اتفقنا درجه حراره 200 لمده تقريبا نص ساعه
لنعمل فطيرة الشاورما بالباف بيستري احنا بحاجة لاثنين عجينة باف بيستري كبيرة، حشوة بدنا ثلاث معالق كبيرة زيت، بصلة، معلقة صغيرة بابريكا، وثلاث صدور دجاج، حبتين طماطم مكعبات صغيرة، ومعلقتين كبار بقدونس، ثلاث معالق كبيرة طحينة، أربع معالق كبيرة خل، ومغلف مرق، كمان بدنا للوجه واحد بيض.